في العادات الغذائية، يعني في ناس بتفضل السمن البلدي أو المنتجات اللي هي الحيوانية في الدهون، بتشوف إن ده من إحدى المسببات بشكل كبير لزيادة الوزن. هل المعلومة دي برضو في يعني بنسبة كام في المية ممكن نقول عليها صحيحة وممكن نقول عليها خاطئة؟ النهارده هنكسر بعض المفاهيم الخاطئة. السمن البلدي أفضل بكتير جدا من الزيوت اللي هي خالية من الكوليسترول، لأن السمن البلدي جرام السمنة البلدي السايحة النايحة في 9 سعرات حرارية، وجرام الزيت الخالي من الكوليسترول برضو في 9 سعرات حرارية، ولكن السمنة أو دهون حيوانية تستغرق 4 ساعات هضم في المعدة، وبالتالي بتستهلك سعرات حرارية أكثر من اللي بتديها. النقطة المهمة إن هذه الدهون بنسب معقولة مفضلة ومطلوبة للناس اللي عاوزة تحافظ على جلدها وبشرتها أثناء عمل برنامج التخسيس.